اسمي فرح ماجد، عمري 29 سنة، وأنا هنا عملي كمدربة للخيل، وصار لي تقريبا 9 أشهر راح ندخل على السنة، وعندي فريق من النساء يتضمن 19 بنية. واجهت هواي انتقادات يعني من المجتمع، من الأهل بالبداية، انتقادات اللي ضوجتني إنه أنت بنية وشلون تصعدين تركبين الخيل، هاي الانتقاد الأول. وبعدين أنت وين تريدين توصلين؟ يعني تعلمتي ركوب الخيل وعرفتي تركبين الخيل، بعدين وين تريدين توصلين يعني بالنهاية؟ مصيرك البيت مثل ما يقولون. فأنا تخطيت هاي الحكي كله واستمريت بالتدريب، وقلت لهم إنه أنا أريد أوصل إنه أعرف رياضة الفروسية للنساء خاصة في البصرة. فأنا سديت إذني مثل ما يقولون عن كلام الناس، وعندي شجاعة وعندي حب للخيل، فاستمريت بيها. وشوية شوية أكيد بالبداية واجهت صعوبة، يعني أنا كنت يعني ما أشوف الخيل بس بالتلفزيون، بس بعدين أول ما فتحوا النادي هنا وجيت شفته كانت صارت عندي ردة فعل قوية، لأن يعني بالبداية خوف، بس بعدين لا تعودت علي. يعني مدة 8 أيام أنا كملت التدريب كله. اللي حققته أول شيء النادي انعرف إنه يعني رياضة ركوب الخيل انعرفت بالبصرة، وصار إقبال جدا كبير من ناحية البنات. واللي حققته كمدربة أو كبالبداية متدربة كنت إنه حاولت أوصل الأكبر عدد من النساء، ودربت أعمار صغيرة يعني 13-14، وأكو أعمار كبيرة هم وصلت يعني 29-28، فوصلت يعني هواي بنات، وأصلاً الإقبال اللي كان بالنادي هو أغلبه بنات.